السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي ان شاء الله النهاردة هقولك لو انت عندك فراخ وزنها ضعيف تتعاملي معاها ازاي وازاي تعلي الاوزان من غير علف خالص من غير ادوية من غير تحصينات من غير اي حاجة علشان تاخدي اعلى اوزان للفراخ البلدي بس في شوية معلومات لازم تكوني فهمها وعرفها كويس قوي علشان تبقي فاهمة انت بتربي ايه اصلا اولا الفراخ البلدي الحر الطبيعي اللي هي بلدي طبيعية في حد كان بتقولي أنا طلعت الفراخ البلدي عندي سردة ، لأ مش سردة حبيبتي الفراخ البلدي هي بطبيعتها كده الحاجات البلدي الأصيلة بتاعتنا بتاعت زمان هي أصلها كان كده كانت حاجات صغيرة بس كان طعمها زي العسل وطبيعية ، لكن لما دخلوا عليها بقى العلم وال... والتكنولوجيا والتهجين والكلام اللي أنتوا شايفينه ده فلقيتي الأحجام والأوزان اللي قدامك دي ، إنما الفرخ البلدي الرفيع الناشف ده ده جميل جدا جدا ده يبقى حلو قوي قوي للبيض ومناعته عاليه وزي الفل ما تزعليش وكمان هقول لك برده تقدري ازاي تخلي وزنه تقيل ويبقى زي العسل هو انت عارفه بيكبر ويبقى وزنه تقيل وحلو قوي بس بعد ما يكمل 3 4 شهور ببص تلاقيه بقى ايه بان عليه يعني بقى شكله حلو ووزنه حلو انا هقول لك على خطوات تعمليها مهما كان وزن الفراخ عندك رفيع وبلدي اما الفراخ اللي حضرتك شايفاها قدامك دي فدي فراخ فيومي في روزي النهارده بسم الله ما شاء الله كملت عمر 30 يوم بالنسبه للناس اللي مش مصدقه احنا وزننا امبارح الفراخ دي وكان فيهم حاجات سبعمية وتسعين وسبعمية ومش فاكره كان سبعمية وكام المهم ان هم ايه يعني داخلين يعني معدين كيلو الا ربع هو المفروض كمان يبقوا يعملوا كيلو بس علشان خاطر الفيروس اللي داخل عليهم ده والعلمك الفيروس ده في يوم واحد يقدر يخسرك حاجات كتيره قوي ففضل الله احنا عملنا له وقايه وعملنا كل اللي نقدر عليه علشان نحد منه ونحد من تاثيره على الفراخ لكن النهارده هقول لك بقى ازاي تعملي ايه مع الفراخ البلدي اللي عندها شهر اولا الفراخ البلدي اول ما يبقى عندها شهر وزنها خفيف معاكي تتصرفي معاها ازاي اول حاجه ما دام الفراخ وسط للسن ده ولسه وزنها ضعيف يبقى لازم مليون في الميه دي ديدان ما دام الفرخ صحته حلوه بياكل وبيشرب تمسكيه ما سخن ما عندوش سخونية ما عندوش كششان ما عندوش إسهال ما عندوش أي أمراض زي الفل وزي القرد وزي العفريت وبياكل ويشرب وتنطط ومسكتيه كده بإيديك الهتيم السخن ده عنده ديدان الحل بقى الحل هجيب شرب الديدان بندكس بشري وحط قرص على 3 لتر ميه واكرر الموضوع ده كل خمستاشر يوم لحد اخر يوم في دوره الفراخ بتاعتي لو هتبيض برضه هستمر معاها لحد لحد اخر يوم في عمرها معنديش فلوس اشتري بندكس آه ممكن تروحي كمان الصيدليه ما تلاقيش البندكس بيدوكي انواع تانية آه فيرمازول او بنتازول فات الحاجات دي عاديه حلوه برده مش مشكله مش وحشه ما فلوس تشتري خالص آه شرب الديدان شيح شيح من عند العطار معلقه على لتر ميه وتغليهم محترم وتبرديهم وتكون متغطين بعد ما يبردوا نصفيهم ونحطهم في التلاجة ثلاثة ايام يعني لمدة تلات ايام كل يوم باخد منهم كوباية على لتر ميه للفراخ بتاعتي يكون معطشاها قوي قوي عشان الشيح مر معطشاهم قوي قوي واسقيهم بقى تلات ايام أريح اسبوع وارجع تاني الاسبوع اللي بعديه تلات ايام أريح اسبوع وارجع تاني الاسبوع اللي بعديه تلات ايام لعمرك في حياتك هتشتكي تاني حاجه بقى ان احنا نبدا نسمن الفراخ بتاعتنا صح انا هقولك النهاردة على احلى حاجة ممكن تستخدميها للفراخ بس ما ينفعش نستخدمها غير لما تكون الفراخ عندها عمر شهر هتزود معاكي الاوزان بشكل جميل جدا جدا وهتقل معاكي الفراخ قوي يعني اولا ندي شرب الديدان او ندي شيح وبعد كده نهتم بالوصفة الاكل هنعمل وصفة التسمين وكمان هنعمل الوصفة دي حلوة قوي قوي يا جماعة وبتزود الاوزان جدا دي عبارة عن ايه ردة الردة دي, الردة دي اللي هي قشور القمح او النخاله باللغه العربيه اسمها النخاله تقدري تحطي على الخلطه دي انا انا ما عنديش امكانيه غير ان انا احط الاتنين دول هما دول متوفرين عندي دي شيشة اللي هي الدورة الصفراء مجروشه ناعم ورده اللي هي كشور القمح انت تقدري تحطي على الحاجات دي عيش متشوش اه تقدري تحطي فول كسر فول تقدري تحطي اللي هو قشور الفول اللي هي الصويا اللي احنا كنا جبناها مع بعض قبل كده في الحاجات الناشفه كلها تحطيها عليها مفيش اي مشكله الرده بقى انا بحبها جدا وبحطها في ناس بيقولوا نحطها نشفة ولا نحطها مبلوله عشان في ناس بيقولوا ان هي ناشفه بتشرق الفراخ لا والله ما بتشرقش الفراخ خالص ولا اي حاجه انا بقى لي عمر وسنين بحطها للفراخ ناشفه من غير اي مشاكل عايزه تحطيها مبلوله ماشي بس تعملي كميه يعني هقول عيب المبلوله انها بتعفن بسرعه بس ميزتها انها ما شاء الله زي ما انت شايفه كده بتزود الاكل في لمح البصر حفنا واحده بس منها زودت الاكل قد ايه بحطها انا بقى على الاكل على كميات صغيره لما تكون مبلوله عندك مثلا عيش مبلول او سرس تجيب السرس اللي هو قشر الرز ده وتنقعيه في ميه وبعد كده تصفيه من الميه وت... وتلفيه برده ومع عيش روعه اكتر وصفه تزود الاوزان سيرس وعيش مبلول ورده بس تكون الفراخ او البطه او الطيور اللي عندك مكمله عمر ايه شهر ده لازم ممنوع الرده لأب... لاكتر ل... يعني الطيور عندها اقل من شهر ولو بيوم واحد ليه هي... هيضعفوا هيصغروا، وحجمهم هيصغر قوي وهيكعبروا معاكي كده ويبقوا مكعبرين تقال اه بس مكعبرين مش هيفردوا في جسمهم ابدا انا لما احط رد على اكل مبلول زي ده كده بحط كمية صغيرة علشان احنا داخلين على الصيف والردة بت... بتغير بسرعة وبتعفن بسرعة خلال ساعة واحدة بس في الصيف بتكون خلاص ريحتها بقت حاجة تانية حمضت عشان كده انا بحطها نشفة زي ما انت شايفة كده ده طول الليل او الصبحية يفطروا بيها لكن بالنهار تقدر تحطيها على اي اكل بكمية اللي هم يأكلوها خلال ساعة ما تحطيش حاجة تقعد قدامهم اكتر من ساعة لان الردة لما بتعفن بتعمل مشاكل كتيرة جدا عشان كده ترجع تقولي الفراخ تعبانة الفراخ عندها اسهالات الفراخ عندها انتفاخات في المعدة الفراخ قاعدة ما بتكمش كل ده بسبب ان انت تحطي اكل قدامهم وتسيبيه يعفن وبعدين تسيبيهم ياكلوه الطيور بتحس يعني حساسين زينا كده ما ينفعش ناكلهم اكل معفن ولا اكل شاكك بحمضان ولا الكلام ده كله لازم ياكلوا اكل طازه وفريش وحلو آه زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتموت على وصفة التسمين دي تالت حاجة بقى عشان تزودي وزن الفراخ بتاعتك هي وصفة التسمين بتاعتنا اللي احنا بنعملها لو انت متعرفاش اكتبيلي في التعليقات واروح احطلك الرابط بتاعها هي دي ما شاء الله بقى الفراخ بتزود الفراخ بطريقة جميلة جدا وكأنك مش قاطعة عنهم علف ميزة الردة لما بحطها على الاكل للفراخ ان وصفه التسمين دي بتعمل دهون الرده بتمسح كل الدهون دي وبتحولها للحم فبكده بسم الله ما شاء الله بتاخدي فرخ عسل العسل العسل هتدعي لي على الطعم زي ما ناس كتيره بتدعي لي الحمد لله في التعليقات عايزه اوريكم التعليق ده بجد انا مش عارفه اشكر صاحبته ازاي على كلامها الجميل ودي من التعليقات اللي بتفرحني وبتحمسني وبتخليني اكمل شغل حتى لو انا تعبانه او حتى لو عندي ظروف صعبه بكمل والله عشان الناس الحلوه دي كفايه دعوه جميله من حد جميل كده دي عندي بالدنيا وما فيها أتمني دايما يكون رأيكم كده في القناه ودايما نكون عند حسن ظنكم بس أرجو منكم ان انتم تسمعوا دايما الفيديوهات بالتفصيل تسمعوا الدوره على بعضها من أول يوم لآخر يوم علشان تفهمي النظام ماشي ازاي والطريقه ماشيه ازاي لأن احنا فعلا بنعمل بشكل منظم مش بشكل عشوائي ومش مجرد فيديوهات وبنرمي فيديوهات وخلاص لما تكوني عايزه تربي على الطريقه بتاعتي يبقى تاخدي الموضوع من اوله لاخره عايزه الوصفه دي عايزه الدوره دي اكتبي في التعليقات ونحط لك الرابط من اول يوم تربيه الفراخ دي لحد النهارده الفراخ دي يا جماعه عندها شهر والكلام ده مثبت في في تاريخ الفيديو اول يوم من عمر الفراخ دي تمام اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته